يا نهار اسود. ايه ده في ايه؟ أنا رحت أجيب لها مية رجعت لقيتها اختفت. ليه بتجيب لها مية من سيوة؟ كنتش قادر تحط عينك عليها دقيقتين؟ هي البنت كانت منهارة جدا، زين أنت لو كنت مكاني كنت هتفضل قاعد. بالظبط كده. واحدة خسرت شغلها واحتمال تتحبس. عايزة تبقى إيه غير منهارة من الفرح؟ أيوة بس البنت اللي أنا شفتها منهارة دي أنا صدقتها، حسيت إنها مظلومة يا زين. أي حد بيعيط يبقى مظلوم صح؟ قصدك يعني إنها كانت بتمثل؟ ما يخصنيش. لو الست دي مش موجودة قصادي خلال ساعة أحسن لك تعمل زيها وتهرب. المية قال